أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت من مصر تقول بأنها حاضت قبل طواف الإفاضة في حجها، وسافرت دون أن تطوف للإفاضة، ولها أخ يعمل في الرياض، تقول هل توكل هذا الأخ وماذا عليها؟ هذه باق عليها طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج ولا يتم حجها إلا به، فعليها أن ترجع مع محرمها، عليها أن ترجع مع محرمها وهي طاهر من الحيض، وتؤدي طواف الإفاضة والسعي بعده، ثم ترجع إلى الرياض. وإذا كان حصل عليها جماع في هذه الفترة قبل رجوعها لطواف الإفاضة فعليها الفدية، وهي أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، فترجع وتطوف طواف الإفاضة وتسعى وتذبح الشاة عن الجماع ثم ترجع إلى الرياض. نعم.